الطياره بتجري دلوقتي طايره على اخرها. طبعا معانا اهي طارق خلاص بقى في الجو. النهارده فيديو مهم جدا جدا لبيسو، لان النهارده يا جدعان تاني مره في حياتي هسافر بره مصر. طب يا جدعان اقسم بالله انا ما مصدق نفسي، انا متحمس جدا يا جدعان اقسم بالله. انا مش هسافر بطياره. يا جدعان والله العظيم انا متحمس جدا جدا. يا جدعان والله العظيم الايام اللي جايه هدلعكم. المفروض يا جدعان انا مش هقول لكم انا مسافر رايح فين، فيا جدعان دي خليها مفاجاه. ولا اقول لكم يا جدعان انا رايح فين؟ هحرق لكم يا جدعان. المفروض ان انا رايح السعوديه، لان يا جدعان انتوا عارفين احنا في رمضان شهر مفترج يا جدعان رايحين نعمل عمره، انا وماما واخواتي. المره دي مش انا واحمد اخويا لوحدنا، بس يا جدعان المره دي كلنا بقى رايحين لبابا هناك. لو انتوا مش مشتركين في القناه مش هقول لكم بقى تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده، تنضموا لاتشم العيله في اليوتيوب عيله الاشباح. طب يا جدعان المفروض ان انا دلوقتي معايا في فيديو النهارده احمد اخويا، وقف وهيجي مكان انتوا حبايبنا. والله العظيم يا جدعان انا ما مصدق نفسي هسافر لتاني مره بره مصر. يا جدعان وربنا وحياه ربنا انا هموت من الفرحه، لان المره دي امي هتكون معايا ورايحه بيا حاجه. المفروض يا جدعان والله العظيم دي كانت كليه حياتي ان انا اعمل عمره مع امي، وان شاء الله هنلمس الكعبه كده مع بعض. والمفروض ان انا رايح انا والاسره الكريمه، وان شاء الله بابا حبيب قلبي مستنينا في المطار. المفروض ان احنا دلوقتي بقى هنتجه على المطار. عن اليس اول ما عرف ان احنا مسافرين بالرغم ان انا لسه عامل فيه مقلب الفيديو اللي فات، بس يا جدعان اول ما عرف ان انا مسافر ما قدرش يستحمل نفسي. طب يا اخويا اليس وربنا قلبي طب والله العظيم الحته الشمال هنفتقده في الفيديوهات. الحته اللي بيهلس معانا ده الحته البونبونايه بقى. سبحان الله يا يس انا ما اطول عليك، يعني هي سفرانه كده تستريح كده. يا سلام مش هطول عليك. سلام عايزك تعبك كده. طب يا جدعان خلاص بقى، ان احنا المفروض ان دلوقتي الطياره الساعه 3:30 الفجر. يا جدعان الطياره الساعه 3:30 الفجر. يا المفروض ان احنا هنبتدي نتحرك دلوقتي الساعه 10. المفروض ان في عربيه هتيجي تاخدنا دلوقتي وهنبتدي نتحرك على المطار. طب يا جدعان اهم اتنين بقى عايزين نسلم عليهم، ولاد عمتي يا جدعان عمر عمرينو ونورا نورا. اعمل باي باي للكاميرا. باي 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 عمرينو. اعملي قول لهم اعملوا لايك. احلى شايف اعملي لايك. المفروض ان احنا هنودع عم عبد اللطيف اللي معلق معانا معانا في الزينه. والله العظيم ما سابنا الا معلق الزينه دي كلها. كهرباء تلاقي اي حاجه تلاقي. اهو فين حامد الكردي يا جدعان؟ ده حامد الكردي بقى. ملك حامد الكردي عم حامد ده رقم واحد بيعمل زينه في مصر. شايفين يا جدعان كوبايه الشاي كده و... معلم معلم اتكلم كلمه كده. اتكلم اقول ايه؟ قول اي حاجه. تقول كل سنه وانتم طيبين رمضان. ماليش اقول ايه بس اهيف منك ما لقيتش. يا حامد يا كردي حامد يا كردي يا عم حامد ده الاسطوره. عشان الشاي بس الاسطوره حامد الكردي. شايفين يا جدعان يا ريت اي حد عنده عروسه تكلمني في الكومنتات، عشان احمد الكردي عايز عروسه. عايز عروسه. عروسه صلاح عروسه. خلاص المفروض ان احنا نزلنا وخلاص المفروض. بص يا جدعان معايا بهدف مهم جدا جدا في الفيديو،
ما بيطلعش غير نادرا في كل الفيديوهات يا جدعان. نورين اختي وليد ناس كل سنة وانتم طيبين. وهو ده الكريم وانتم واحدة لايك للفيديو ده. يا جدعان ومعانا تاني واحدة بقى اول زوجة في الفيديو على اليوتيوب ما يختي. معانا يا جدعان بقى احمد ابو يانا قدام اهو حطنا فوق سقف العربية عشان نقعد براحتنا. الراجل عامل بس المفروض ان احنا يعني فاضل حوالي ساعة أو ساعة ونص نوصل أول يا جدعان ما نوصل هنسافر في لحظة. وطبعا يا جماعة دلوقتي انا بقالي 11 شهر ما شفتش الموضوع دي أول مرة أشوفه. 11 شهر فأنا كنت أول مرة أشوفه. بقى هو أنا اللي قدمت أنا اللي قدمت مهمة جدا جدا ومحد خلي علينا قوي. تعال معانا ضيف مهم برضه في الفيديو بتاع النهارده الحاجه بدويه. انت قلبي بقى الحاجه بدويه رايحه فين يا حاجه؟ هي حضور النبي محمد الكعبه الشريفه. صلوا على النبي يا جدعان. اول ما نوصل بقى نفتح لكم طبق. طب يا جدعان المفروض ان احنا اشترينا شويه مرطبات عشان ما تبعتلي الطريق طويل وشوية مية بقى عشان احنا هنصوم وهنتسحر. عندي احنا على سفر بس هنصوم. يا ريت اي حد بيفطر ابقى اشوف فيه حد فاضي كاش نحوش. يا جدعان خلاص ما عادش فاضل غير تلت ساعة بالظبط ونوصل المطار. المفروض ان ساعة ناخد بريك شوية عشان بيست وينز. خلاص خلاص يا جدعان تلت ساعة. المفروض ان احنا كنا دخلنا البنزينة دي من فاول عشان يا جدعان احنا رايحين بالميكروباص ده. اه يا جدعان الشنط فوق. يا جدعان اول ما نوصل المطار هنبتدي نصور. يا جدعان المفروض خلاص ان احنا وصلنا قدام المطار القاهرة صالة سفر رقم واحد. انا يا جدعان والله العظيم واحد متحمس جو ثلج بس انا فيا باور. يا حاجة انتي قلبي يا حاجة الحاجة دي قلبي. خلاص المفروض ان احنا خلاص اهو هنبتدي جبنا عم مصطفى اللي كان طالع معانا في الفيديو ان هو قايم بدور بوتيجارد ودي خلكلني علقه في الفيديو فلاش باك. وده مسرب البطانيه وحش جدا. انت بقى انت ده انت يا نهار اسود. انت مين مين اثبت ده اثبت ده اثبت ده طب يا جدعان بقى لو انتم مش مشتركين في القناه اعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده عشان خلاص يا جدعان والله العظيم الفتره اللي جايه هندلعكم فيديوهات وكل يوم بننزل فيديو مش متاخرين عن الفتره. يا جدعان ما تزعلناش بقى اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه. خلاص يا جدعان بقى اول ما نبتدي نخش ونخلص الوزن وقطع نصور لكم تاني. يا جدعان الراجل العسليه ده اول ما شفنا لينا انتوا انا عارفه على يا حبيب قلبي امسك كده. يلا اقول حاجه بقى للكاميرا حبيبي. احساسك يا نورين كده وانت اول مره تسافري؟ انا قوي وكمان لانها مسافره وان انا هشوف بقى النهارده. خلاص يا جدعان داخلين اهو بقينا على ميعاد الطياره ساعه. والله يا جدعان واحد متحمس قوي قوي قوي. الجو ساقع قوي في المطار واحنا كنا مفكرين بقى الجو هيبقى حر. لا بس هناك في السعوديه الجو حر. اول ما تنزلي من الطياره تلاقي الجو حر خالص. قلنا بقى ايه يا جماعه نوصل بالسلامه. طب يا جدعان خلاص المفروض ان احنا دخلنا المطار اهو بس زي ما انتم شايفين لسه طابور طويل عقبال ما نوزن ونعدي. اول ما نعدي الوزن هنكمل لكم الفيديو. طب يا جدعان دخلنا كده نشوف شويه مرطبات كده ولا حاجه. ده فستق عايزين شوكولاته. طب يا جدعان بس هنا في اسعار حره هنا الحاجه يا نهار ابيض بكام الكيت كات؟ 300 جنيه. ده يا جدعان ب 300 جنيه وده بكام؟ بتاع ده 150 جنيه. ليه يا عم؟ ليه يا عم بيتاكل لوحده ولا ايه؟ او ده يا نهار ابيض 350 برضه. عايزين حاجه في اتنين كده. دي 5 دولار يا جدعان. المفروض ان دي الاسعار في يعني في سوق الحره. المفروض ده كندر جو. المفروض مكتوب السعر هنا بيبقى بالدولار. الفلوس هنا بتبقى بالدولار طبعا انا عشان انا معايا فلوس يعني وكده فما بتعملش غير بالدولار. فين السعر؟
هنا مش مكتوب اسعار. لا مكتوبه. تعالى يلا 12 دولار 12 اس. اس دي يعني علامه الضوء. كيس الشيبسي ده اللي بخمسة جنيه عادي هنا بكام؟ هنا بكام؟ 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 بواحد دولار. واحد دولار يعني دولار بكام؟ 38 جنيه. يعني 38 جنيه ليه؟ ثواني يا جماعه. خلاص يا جدعان الطياره ايه؟ اول مره في حياتي اشوف الطياره قدامها على الحقيقه. طبعا احنا ركبنا الباص دلوقتي هيوصلنا لحد الطياره ومستنيين ماما وخلاص. خلاص يا جدعان الطيارة وربنا ايه؟ صلي على ربنا انا هموت من الفرح. في متحمس شوية ناس الله يا جدعان. خلاص المفروض ان احنا دلوقتي بقينا في الطيارة اهو. بس للاسف يا جدعان احمد اخويا قاعد فيها يلا يا جدعان. اختي هنا قاعدة جنب الشباك. انا قاعد انا والحاج حبيبي قلبي. عم خلاص الطياره ابتدت تتحرك اهي. احساس تنورين بيسو اخواتنا وحبايبنا يا جدعان. الموبايل الجديد عشان انتوا هتشوفوا دلع تشوفوا دلع. وطبعا يا جدعان دي الحاجات لو لا قدر الله يعني بعد الشهر لو الطياره وقعت قلنا بتعملوا ايه؟ وهنا بالليل ان نربط الحزام زي ما احنا عاملينه دلوقتي. خلاص يا جدعان المفروض ان الطياره ابتدت تجري شويه كده وتطير مره واحده. نسرع بقى كده مره واحده يا جدعان. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين بس الطياره لسه بتبتدي لسه ما طيرتش لسه يعني ماشيه كده. اول ما تطير هبتدي اصور لكم. خلاص كده يا جدعان طارق ما تنكوش. الواحد لسه يا جدعان بيبتدي يدوخ اول ما الطياره بتطير. شوفوا بقى المنظر من تحت. المفروض ان هم دلوقتي هينزلوا لنا سبوب عشان دلوقتي خلاص فاضل بتاع نص ساعه والبرد جدا. المفروض ان الواحد يعني على السبوب بتاع فينزلوا لنا وجبه السبوب. اول ما ينزلوا بقى نبتدي نصور حاجه بحاجه عشان ما تساووش مني. طبعا يا جدعان دي وجبه السبوب زي ما انتم شايفين. كله كده نتسحر بقى ونام. هنتسحر بقى تبقى عشان الواحد هيصوم. انا والله العظيم ودي اتخسرت من فوق للصوم قدر ربع ساعه. لا ده انا هنتسحر يا جدعان بقى ونبتدي برضه نصور لكم لقطات قدر ربع ساعه. لا ده انا دوب الواحد هيتسحر. احنا هنعمل لايك جديد وعملنا سبسكرايب للقناة. قالنا كده حوالي ساعة وربع في الطيارة. كل اللي حوالينا ده بحر. انا شايف يعني شايف مراكب منورة تحتك بس مش عارف ابينها لكم. مش حاولت ابينها لكم مش راضي ابان. طبعا يا جدعان خلاص المفروض ان احنا قربنا يعني نوصل. كله نايم والله الا انا اللي فاضل لسه صاحي. المرة في الطيارة ما بيجيش نوم ابدا. ابتدت تنور عليه.
تنور. صورت المنظر كده وقت شمس كده. طبعا يا جدعان خلاص فاضل حوالي ربع ساعة والطيارة تنزل واحمد اخويا نايم اهو. خلاص يا جدعان فاضل حوالي ربع ساعة بالظبط باذن الله والطيارة تنزل اراضي السعودية. المفروض ان بابا هيستقبلنا من تحت. المفروض يا جدعان اول ما ننزل هنبتدي نصوت لحظة بلحظة. خلاص وصلنا السعوديه. المفروض ان احنا دلوقتي قدام الطياره. السعوديه خلاص جايه. كنا دلوقتي وهنطلع بقى نستقبل بابا.